وفريق تابع للجيش. مقابلة العودة نذكر بأن مقابلة الذهاب كانت انتهت لصالح الفريق المحلي الجابوني بثلاث أهداف مقابل هدف. كان الانتصار بهدفين مقابل الصفر مطلوبا للتأهل للدور التالي. من عجاس استطاع فريق الوفاق بأن يأتي بأحسن من المطلوب فانتصر بثلاثة أهداف مقابل صفر ضد فريق الجابون. سرر اتجاه رحموني تلقى من عجيسة تبادل بينهما جميلة. ويسجل الهدف ويسجل الهدف هدف في الواقع الجمهور الغفير وقف في وجهي وما تمكنش من مشاهدة ربما هو عجيسة بل رحماني رحماني قلب الهجوم اللي افتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول. غريب ليحة والهدف والهدف رحماني قلب الهجوم نفس اللاعب اللي كان يسجل الهدف الأول. الهدف الثاني إذن في الدقيقة 37 من الشوط الأول. كانش تسلل والهدف الهدف غريب غريب ضيف الهدف الثالث جميلة بعد العمل اللي قام به